مساء الخير وأهلا وسهلا بكل مشاهدي برنامج عبالي. الليلة من بلد الحبيب فلسطين لهون جاية، شق طريق النجاح خطوة ورا خطوة، مسح الدمعة وزرع البسمة. سلاحنا هو الأغنية لليلة، سمعتوه حبيتوه من عبر شاشتنا، واليوم معنا بالصوت والصورة ولأول مرة بميشيغان الفنان أنس طباش. أهلا وسهلا فيك ببرنامج عبالي وبميشيغان لأول مرة. اهلا وسهلا فيكم. كيفك؟ الله يخليك يا رب. والله الحمد لله. أنا كتير فرحانة حضرتك موجود معنا، سبق واستضفتك بس على الهاتف وأخذنا منك آخر أعمالك، مظبوط. كانت كتير حلوة والمشاهدين كتير عجبتهم. أكيد مجددا برحب فيك وبرحب بالأستاذ محمد فرحان على الطبلة والأستاذ عدي جنابي العود. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج عبالي، أهلا شرفتونا. نعم أنس، حضرتك فنان فلسطيني، بحب ارجع واذكر شوي مشاهدينا اللي ما حضروا الحلقه. حضرتك فنان من فلسطين عايش بنيويورك، لمع اسمك بالجاليه العربيه بفتره كثير قصيره من الوقت. حضرتك بدات مشوارك الفني بعمر كثير صغير، 11 سنه صح؟ نعم. واشتهرت باللون الشعبي اكثر شيء. أكثر شيء باللون الشعبي، الدبكات، العتابة، الميجنة. نعم يعني نعم الأشياء الشعبية تقريبا أكثر شيء. بغني كل الألوان بس الشيء المميز فيه الموال. نعم، حضرتك بدأت مشوارك الفني بفلسطين؟ بفلسطين. نعم، مين دعمك؟ والله عمامي، عيلتي، أهلي وبلدي. أكيد بوجه لهم تحية. وأنا كمان. نعم، أكيد. شو بتحب نفتتح حلقتنا لليلة، لو انه المشاهدين متشوقين ليسمعوا صوتك؟ والله احب اسوي موال لعمي. نعم، موال هيك عراقي. نعم اكيد مشاهدينا حنفتتح حلقتنا مع الفنان انس طباش. اي نو انتو كتير متشوقين تسمعوا صوته، خلينا نبدا حلقتنا باغنية. تفضل. حبيبي واشكر صوتك سمعني كلمات الوداع، بس كم دقة بيا دقيت، كم دقة بيا دقيت، وكم شامت يضحك خليت، يا المشيت ولا قليت عندك حبيب، لك يا المشيت ولا قلت عندك حبيب، يا المشيت ودعت قلبي الغريب، شجاع
غياب الناس لو عنك يسألوني جد موال كتير حلو. Thank you. اللي بيسمع هالصوت والمواويل من صوتك ما بيفكر عمرك يعني هالعمر صغير. سوري بدي أقوله إنه الفنان أنس طباش عمره 21 سنة اسم الله، وعندك هالقوة بصوتك. 22 زيدون واحد. نعم اسم الله صوتك كتير يعني قوي كتير كتير. الحمد لله هاي من الله. نعم. الحمد لله موهبة من عند ربنا وأحمد الله عليها. الحمد لله. أنت من أنت وصغير بتغني مواويل يعني؟ تقريبا 11 سنة 10 سنين. أنا بحب أكثر إيش الموال، بغني دبكات وأغاني تانية بس الموال أحلى إيش عندي. وما بطرب غير على الموال. نعم، هني عمامك اللي دربوك على المواويل ولا أنت كنت لحالك يعني من أنت وصغير تحب ضلك تقعد لحالك تغني هيك؟ لا أكيد عمامي. نعم. نعم، هل تتذكر أول مرة غنيت فيها؟ أول مرة كانت قدام جمهور حكيت من قبل، كانت في عرس. نعم كان شي عرس في عن جد كان ناس كثير. نعم كنت مع هاني طباش يكون عمي. أكيد أول مرة كنت متلبك ما بعرف كيف أغني هيك بس مشت الحمد لله. الحمد لله، نعم وكنت بعمر صغير لما أول ما طلعت 11 سنة. نعم نعم. أنس خبرنا بأي مطرب أنت يعني أكثر شيء تأثرت؟ والله أكثر مطرب أم كلثوم. أم كلثوم؟ كنت على طول تردد لها أغنية؟ تقريبا بسمع لها بس ما بغني لها. بسمع لها بغني أغنية أغنيتين أم كلثوم بس الإحساس اللي عندها وصوتها غريب شيء. نعم شيء أكيد يعني أم كلثوم صوتها رائع أكيد. نعم كنا ربينا على صوتها مثل ما بيقولوا يعني وعينا وأم كلثوم ضلنا بالبيت نسمع صوتها كتير حلو. نعم أستاذ أنس فنان من فلسطين، حضرتك أنتجت وكتبت ولحنت أغنية يا فلسطينية. مزبوط. نعم كيف كانت أول أغنية لك؟ والله كتير كتير كانت صعبة. كانت صعبة؟ يعني أول شيء كتبتها بعدين اللحن يعني بعدين العزف طبعا أنا عزفت الأغنية كمان. ليه اخترت أنت تعزف أغنيتك وتكتبها وأنه تكون أنت تعملها يعني؟ والله وتنتجها يعني ما لقيت شركة إنتاج ولا أنت حبيت تكون كل شيء خاص فيك؟ أحسن إشي كل شيء خاص فيها. نعم وما حد يساعد حد في الوقت هذا. سو أنت عملتها بس لأنه أنت حابب تكون أنت تعمل كل شيء مش لأنه ما لقيت شركة إنتاج أو كان في شيء صعب؟ أنا حابب أعمل إشي إلي خاص وأنا بعمله. نعم بدون مساعدة شركة ولا حدا. نعم هي تصورت بفلسطين. مزبوط. انعرضت على شاشتنا اكيد وببرنامج عبالي. مزبوط. نعم كيف كان الصدى تبعولها؟ كثير لحد الان يعني هي قد صار لها افتكر سنتين و... نعم سنتين صار لها يعني تقريبا من اشهر الاغاني في فلسطين هذه الاغنيه.
نعم. تصورت، انت حكيت على التصوير، تصورت في طبرية وفي عكا، يعني البلدين. عكا بتعرفيها اكيد؟ ايه اكيد سامعين عكا فيه. طبرية دول بلادنا يعني. نعم، يعني مناطق كتير حلوة. نعم. اكترية الفنانين بتطلع اغنية بيقولوا يعني هيدي يا ريتها كانت إلي، هل انت عندك هالشي؟ او بحسوا انه الاغنية ظابطة اكتر لإلهم؟ حابب يعني بصوتي بحسها احسن يعني. اي اغنية؟ والله مش انا، الناس بحكولي يعني سامحتك. سامحتك يعني بحكولي الاغنية هاد على صوتك يعني حلوة كتير. فينا نسمعها؟ اكيد. نعم هلا بنغنيها. تفضلي. هي أغنية كتير رائعة ولبقيت لك طالعة كتير حلوة من صوتك. نعم هي سامحتك للفنان حسام جنيد. أسامة حسام جنيد مطرب سوري، أكيد بنوجه له تحية. نعم مكملين أكيد مع برنامج عبالي والفنان أنس طباش، بس وقفة إعلانية وبنرجع لكم. رجعنا معكم مشاهدينا واكيد مكملين حلقتنا مع الفنان الفلسطيني انس طباش. برحب فيك مجددا، واكيد بدي ارجع ارحب بالفرقه الموسيقيه معنا ببرنامج عبالي. اهلا وسهلا فيك. بتعرف كل فنان بيمرق بصادف كثير امور بمشوارك الفني، شو صادفت؟ شيء حلو وشيء حزين، خبرنا عنه. بنبلش بالحلو. الحلو والله الشيء الحلو انه الناس اللي وقفت معي. نعم جيت امريكا يعني كثير ناس وقفوا معي وساعدوني ودعموني، اكيد هذا اشي حلو. اكيد يعني. نعم. حابب اذكر اسماء يعني طبعا. حمزة دلكي والاخ ابراهيم الجهيم. نعم يعني هاي الناس وقفت معي، طبعا شهامة وكرامة هيك يعني، ناس بتساعد وتقف وبتحب العكس، مش انه غيرة ومش غيرة، بتحب الانسان يتقدم ويصل اللي بده اياه. نعم اكيد بيساعدوه، هذا شيء يعني كثير حلو. نعم اكيد، وخاصة نحن العرب معروفين بالطيبة القلب. مزبوط، الشهامة. نعم. الكرامة. وكرمة ومنحب، وخاصة إذا مطرب إجا أو يلا حدا إجا يعني من البلد على الغربة بنضلنا حاضنينه. مزبوط. نعم مش كل الناس اكيد، مش كل اصابيعك مثل بعض، كل الناس ملاح. نعم اكيد في هيك وفي هيك. مزبوط. نعم الاشي الحزين انه الناس اللي بتخرب، الناس اللي يشوفوا بني ادم ناجح بدهم ينزلوه، بدهم يخربوه. اكيد الغيره، الغيره والحسد و نعم الخيانه، الغدر، هاي الاشياء انا ما بحبها اشياء بالمره. نعم يعني مثل صار موقف معي، خبرنا عنه. يعني جيت لميشيغان
انا في صديقة كأخت يعني. نعم. حكت لي بالله بدي اجي معك وهيك، قلت لها اوكي ما في اي مشكلة. طبعا رحنا حجزنا سيارة، اخذنا سيارة. نعم. دفعت على السيارة واعطيتها مصاري انه نيجي اجار الطريق وكل شيء، بتصلها ما بترد التلفون. نعم. اخذت سيارة ثانية وجيت على مشي يعني. يعني مثل انه مش هلا قلت انه الحياة تطلع ونزل، في هيك وفي هيك. يعني على الغدر يعني هذا الشيء المش حلو. نعم. نعم. يعني بالاخر الواحد لازم يكون معدنه طيب وانسان طيب هالشيء. اكيد نحن هون كلنا لازم نعتمد على بعض ونساعد بعض بالاخر يعني، لانه كلنا نحن اخوه. مزبوط. نعم. بس في ناس خلص ما بتريد الخير للثاني، وخاصه اذا بيشوفوه عم يصعد وينجح. مزبوط. نعم. بدهم يدمروا حياته ويخربوا له حياته وشغله. نعم. بهاللحظه مين اكثر شخص بتحبه هلا يكون معك؟ والله حياه جدي ابو ابويا، لانه زلمه ما في منه يعني. نعم. يا ريت تقدر يرجع يعني، زلمه كريم وكرم اصيل شهم. نعم. يعني اكثر بن ادم بحبه من ما راح كل شيء خرب، كل شيء تدمر. الله يرحمه يعني. نعم. الله يرحمه يعني من اول ما يعني اكثر انسان عزيز على قلبي اكثر من كل عيلته واهله. حياه جدي كريم وزلمه ورجل يعني. نعم. ما اي كان سي حضرتك قلبك طيب وعفوي طلع له. الله يخليك يا رب. اكيد لجدي يعني لمين تطلع. نعم. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه اكيد. شو بتحب تسمع لنا شيء موال هيك؟ والله نساوي موال حجاز، موال هيك يلا قول.
محمد أو يا محمد قل لي ليش تتعمى يا محمد خاف من الله يا محمد وحياة الله أو يا محمد عيون محمد شكرا Thank you. أغنية كتير حلوة وأكيد هيدي أنت يمكن الموال عزيز على قلبك هذا الموال اللي قلته نعم كتير كتير والله هلأ وصلنا للحاضر حضرتك مثل ما سبق وقلنا أنه موجود لأول مرة بميشيغان مزبوط شو سبب زيارتك لعنا لهون؟ والله سبب زيارة المهرجان العربي نعم المهرجان العربي للجالية اليمنية العراقية كل العرب اللي هون طبعا اللي كان بهامتراميك نعم مزبوط يعني. طبعا اوجه تحيه للشخص اللي جابنا على المنطقه ابراهيم الجهيم نعم اكيد وانا بوجه له تحيه كبيره هو مدير اعمال هون مسؤول عن حفلاتي وشغلي وكل نعم. شيء نعم والشغله الثانيه اكيد استضفناك بعبالي وهذا الشيء كثير فرحنا وفرح مشاهدينا حابين يسمع منك لبناني عراقي يمني خليجي كل شيء حنغني كل شيء ان شاء الله للصبح ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. اكيد هن حابين يسمعوا شيء عراقي وطلب خاص هيدا شو بدك تسمعنا شيء عراقي غني قلب قلب وين وين غايب علي يوم هذه الأغنية كتير انشهرت وكتير يعني وين ما نروح بكل عراس ليالي سهر كله عم تنطلب كتير 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 حلوة الأغنية نعم فينا مجال نسمع مقطع منها تكرم عيونك نعم أكيد مكملين معك فنان أنس طباش بس أكيد حناخد فاصل ونرجع لكم Thank you.
رجعنا معكم مجددا مشاهدينا، واكيد مع الفنان انس طباش. برحب فيك مره ثانيه انس. وصلنا هلا لمرحله شو عم بحضر الفنان جمهورك ومشاهدينا. كله بحب يعرف شو عم بتحضر لهم جديد. والله عم بحضر اغنيه جديده. نعم حكيت من قبل اغنيه. نعم سبق وغنيت لنا اياها، اخذنا اكسكلوسيف. مزبوط. نعم اللهجه المصريه طبعا. بس بعدها ما خلصت. نعم يعني عم بشتغل عليها، ان شاء الله بدي اطلعها من الاخر تكون حلوه. نعم هي حتنتجها هون صح؟ اكيد في نيويورك. نعم نعم. شو بعد عندك تحضيرات هلا رمضان على البواب؟ عندي حفلات، عندي عم بحضر حفلات في بنسلفانيا حفله. نعم في نيويورك. وفي نيوجيرسي ثلاثه. نعم حفلات كبار يعني ان شاء الله بكون ان شاء الله تعجب الناس. اكيد يعني بدي اعيد عليك شهر رمضان على البواب ان شاء الله. الجميع يا رب نعيد على الجميع. نعم وعلى الفرقه المصريه اكيد ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه ان شاء الله تكون سنه خير. ثانك يو. مشاهدينا وعنا نحن مشاهدين يمنية وعراقية ولبنانية وكله، أكيد نحن ما بنحب نزعلهم، بنحب نهدي أغنية للجالية اليمنية. شو بتحب؟ أكيد اليمن، شعب اليمن الغالي. نعم طبعا اليمن بس نحكي عنهم. نعم عن جد أطيب ناس. أكيد ما في أطيب ناس وأكرم ناس. نعم شعب اليمن يعني. نعم. شعب طيب وحباب. نعم أكيد. يلا نغني لهم أغنية. يلا تفضلوا. قول عني ما تقول صبركم صعب الوصول. قول عني ما تقول صبركم صعب الوصول. واللي ما يطول اليمن حامض عنا يقول. اللي ما يطول اليمن حبيب عنا يقول. الهوى حبا وكيف ما يجيب خنجر وسيف. الهوى حبا وكيف ما يجيب خنجر وسيف. قلتها بكل اعتزاز مالك بقلبي قبول. قلتها بكل اعتزاز مالك بقلبي قبول. قول عني ما تقول صبكم صعب الوصول. واللي ما يطول اليمن حامضا عنا يقول. اليمن ابن اليمن والله ابن الأصول. راح
اليمن ابن الاصول قل عني ما تقول اليمن ابن الاصول اللي ما يطول اليمن حامض عنا يقول اللي ما يطول اليمن ولك حامض عنا يقول الله الله. اكيد بحب اوجه مره ثانيه تحيه للجاليه اليمنيه. هلا عم نشوف اكثريه الفنانين عم يتجهوا للهجه الخليجيه، هل بتفكر تعمل اغنيه خاصه فيك بالخليجه؟ والله اكيد اللهجه الخليجيه هي لهجتي اصلا، العراقيه نعم. الخليجيه لهجتي البدو. نعم ان شاء الله اعمل نعم اعمل اغنيه في اللهجه الخليجيه. ليش؟ طيب شو السر كل الفنانين عم بيروحوا لهال، يعني اكثريتهم هلا ما بتسمع الا طلع اغنيه خليجيه خليجيه خليجيه، شو السر؟ لانه الخليج هي تراث، الاغاني الخليجيه تراث، يعني اغاني حلوه، كلام حلو، رتم، رقص، يعني نعم كلامها لها قصه، كلام حلو، الناس حبوها. نعم نعم. شو بتعني لك الشهره؟ شهرة حياتي. نعم. أوقات هي بتتعب. أكيد التعب فيها متاهات وفيها عواقب وكل شيء، عقبات. بس الشهرة هي أحلى شيء في النجاح. نعم، أكيد. صح. نعم. طبعا. شو حلم الفنان أنس طباش؟ حلمي طبعا حلمين. حلمين، أول إن شاء الله الله يحققهم يا رب. أول واحد إني طبعا أصل النجومية. نعم. يعني الشهرة يعني حلوة، الناس بتحبني، جمهور حلو. بسم الله بهالعمر وبعدك صغير وكل العالم حبتك. الحمد ما شاء الله. احمد الله وشكرا. الحمد لله. نعم. الثاني ان شاء الله رجل اعمال. ان شاء الله حلمك يتحقق. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب، اكيد. شو بتحب؟ تسمعنا اغنية هيك دق سريع وشي هيك لبناني. ويلي 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 انا يا ويلي لطلع راس الجبل وعاتبك مره عشق المجوز حلو لو كان عاضره لطلع راس الجبال ولك واصيح ولك عامرتين عشق المجوز حلو لو كان عاتنتين لطلع راس الجبل لا يا زماني لا لا ولا واصيح خياتي عشق المجوز حلو يا عمي لو كان عتلاتي ولا ولا او ولا يا وين صرنا بعالم مزيف جمال البنت مغشوش كل يوم بدهك وافرة لزق العدسة ورموش قلت لها عيونك حلوة قالت لي ما في داعي ركب عدسة بالعين حتى الرمش صدري ناعم أيضا في ويا حبيبي والحياة ويا عزيزي زاد الغرام بقلبي وتغزلني انجليزي بعد عينك يا شارة والهور يا ابو الهوارة عين ابويا الهوارة قلبي الشب بيركض لك مليون
لك جوت برداحي كانت عينك يتمارى والعمر يا من هوارى ختام حلقتنا. اكيد نحن ما بنشبع من اغنياتك وصوتك والمواويل كتير حلو، بس خلص الوقت للاسف. اكيد كلمه اخيره لجمهورك ولمعجبينك. بحكتونا للصبح مو خلص اكيد لازم ترجع تجي لعنا زياره ان شاء الله يا رب. وتكون مباشره وتحكي مع المشاهدين. الله يخليك يا رب. اول شيء بنقول شكرا لكم اعاده لهون لبرنامجنا. لك الله يخليك يا رامي والله كلك زو. خلاص انت وعدني بدك تنقل. خلاص بنقول. خلاص بتنقل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك عن جد، شكرا لكم ما قصرتم والله. ثانك يو لك. وبرنامج كثير كثير حلو. ثانك يو. وان شاء الله نكون عجبنا الجمهور والناس و... نعم ان شاء الله يا رب. نعم. بدي اشكركم استاذ عداي والاستاذ محمد مره تانية. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج عبالي، وان شاء الله على طول بنشوفكم معنا هون. ختام طلب باغنيه مصريه. مصريه ولا فلسطينيه؟ مصريه مقطع وفلسطينيه. نسيتك أنسى أكتب عليك.
حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يعني بس حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 هلا بدنا نختم أغنية يا فلسطينية اللي من إنتاجك و هنختم فيها حلقتنا لليلة. يا فلسطينية معنا الليلة. كانت حلقة كتير مميزة بوجودكم أكيد. أنا بدي ودعكم هلأ إن شاء الله بشوفك بحلقة مباشر ومع مشاهدينا يا رب. بتمنى لك رحلة سعيدة وبتوصل بالسلامة على نيويورك. وبدي أتشكركم مشاهدينا. وصلنا لختام هالقعدة الحلوة والموسيقى الحلوة. أنا بكملين معكم بالفقرة الثانية. انتروني.